الحوار الذي قامت الحكومة بمأسسته، الحوار الاجتماعي. أنا كل مرة أذكر بهذا الموضوع نظرا لأهميته، ما قامت به الحكومة هو مأسسة الحوار الاجتماعي عبر الجلوس مع النقابات في محطتين معروفتين، محطة ديال أبريل والمحطة ديال سبتمبر شتنبر. شتنبر لأنه هي المرحلة اللي كتم فيها إعداد السياسة المالية الكبرى للدولة المتمثلة في الوثيقة ديال القانون المالية، وأبريل نظرا لقرب فاتح ماي. وطبعا هناك مجموعة من المستجدات التي جاءت بها مأسسة الحوار الاجتماعي التي تم التوقيع عليها في الاتفاق اللي كلكم كتعرفوه 30 أبريل 2022. فالحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي، وهذا جاء في كلمة السيد رئيس الحكومة بالأمس، هو خيار استراتيجي. لابد جلوس مع النقابات، الاتفاق حول الإصلاحات، لأنه الإصلاحات ليست إصلاحات بسيطة، هي إصلاحات عميقة في جوهرها، تمس الدولة الاجتماعية، تمس المقتضيات اللي كتجي بها الحكومة في المجال الاقتصادي، وأيضا إصلاح بعض الملفات التي طولت وعمرت طويلا. فطلعتها قانون الإضراب اللي تكلمت عليه، اللي المفروض حسب نص الدستور المفروض أن تتم المصادقة على جميع القوانين التنظيمية خلال الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور. نحن الآن في الولاية الثالثة، هناك تأخر، وهذا لا يمنع أن الحكومة كانت لها الجرأة، والسيد رئيس الحكومة كيفما قالها بالأمس نوه بالتعاطي البناء للنقابات الأكثر تمثيلية في الحوار الاجتماعي. فبخصوص النقاط كلها اللي تكلمتي عليها، هي واردة في على طاولة النقاش، والحكومة فتحت هذه الملفات، وأيضا النقابات فتحت الملفات التي تهمها، خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور. نحن الآن في مرحلة النقاش مع النقابات، وتعرفون بأنه النقاش مع النقابات خصنا حتى نكون فيه واحد، يعني نوصلوا نقربوا المراحل ديالو النهائية آنذاك نتكلموا عليه. لكن الآن كل ما يمكن أن أقول بأن الإرادة السياسية للحكومة هي إرادة قوية من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش مع النقابات. الحكومة تتمن التعاطي الإيجابي للنقابات، وأيضا تتمن يعني هذا الروح ديال 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 الانخراط والنقاش والحوار. وطبعا المستجدات سوف يتم الحديث عنها في إبانها. مركزية الأسرة المغربية في السياسة العمومية هذا ماشي شعار، هذه حقيقة. الأسرة المغربية هي في صلب السياسة العمومية، مختلف السياسات العمومية التي تهم المواطنين المغاربة. نبدأ بالتغطية الصحية. التغطية الصحية الجانب المرتبط بمتضامن، هذا يهم الفئات المعوزة والأسر المعوزة. الجانب الآخر المرتبط بالتغطية الصحية للأشخاص الذين يستطيعون والقادرين على المساهمة والذين يمارسون نشاطا، أيضا جاء في هذا الإطار من أجل حماية الأسرة المغربية وتأمينها من المخاطر الصحية. طبعا هذا بتوجيهات من جلالة الملك، والدرس طبعا هو فترة الكوفيد وما أفرزته من صعوبات. الدعم الاجتماعي، حينما تقرر الحكومة أن تربط الدعم الاجتماعي الموجه للأطفال بالتمدرس ديالهم عبر الرفع من قيمة هذا الدعم، هذا دليل على أن الحكومة تنخرط في هذه السياسة العمومية الموجهة للأسر. صحيح أن هناك دعم موجه للأشخاص يعني المسنين، لكن شق كبير من هذا الدعم هو موجه للأسرة، التي خاصة الأسر التي تضم أطفالا سواء كانوا في التمدرس أو غير متمدرسين. السكن، الدعم الموجه للسكن خاصة الأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من دعم في مجال السكن، عبر إقرار نسب مهمة جدا للدعم تصل إلى 100,000 درهم، هذا أيضا يستهدف الأسرة المغربية. التعليم، إصلاح المنظومة التعليمية، نعرف من يستفيد من التعليم هم الأطفال، عبر المحافظة للمدرسة العمومية على وظيفة المسعد الاجتماعي، عبر نضمن أنه جميع أبناء المغاربة أنه يتلقوا تعليم فيه مواصفات ديال الجودة. فهذه التدخلات كلها منين كتجمعها واللي هي مهمة جدا و
يخصص لها سنويا مبالغ مهمه جدا. الدعم الاجتماعي حنا هذه السنه كنتكلموا على تقريبا 25 مليار ديال الدرهم. التغطيه الصحيه راه 9.5 يعني حوالي 10 المليار ديال الدرهم. السكن 10 المليار ديال الدرهم. الميزانيه الصحه وديال التعليم الا جمعتيهم بجوج 107 المليار ديال الدرهم. فهذه مبالغ مهمه وفق سياسات عموميه واضحه دقيقه تستهدف الاسره. إذا هنا يتضح جليا بأن الحكومة تستهدف الأسرة المغربية عبر هذه السياسة، دون أن أتحدث عن جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة والتي تهم محاربة التضخم في جملة من الملفات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.